عندي معايا صاحبي وقال لك ماشي بس لا يجي هنا ما كان نختانيوش هذا ما كان دابا انا قلت لك الثمن ديالو هذا الوحش ممنوع البيع والشراء فيه اللي كيبقى لينا هو كتاخذ ترخيص من عند المياه والغابات باش تصيدو لانه من المغرب وكتصيدو كتاخذ هذاك الترخيص وملي كتصيدو كتمشي كتعطيك الوكاله الوطنيه شهاده الملكيه كيولي ملك لك سيرتيفيكاتو بروبريتي كدير له واحد الشريحه في اطار التعريف به كايماتريكيلاسيون يا ان بيس وكيبقى عندك لا ديريت في ديالو ما بين 10 سنين 11 عام حتى 14 سنه هذه هي الحياه ديالو اللي كيدير والا مات لك ولا هرب لك في الصيد ولا شي حاجه كاينه واحد المسار اللي واحد لا بروسيدير اللي هي عند متخذها الاداره ديال المياه والغابات فيما يخص الى مشى لك ولا هرب لك لازم تجيب مبرر وشهاده ديال الوفاه في إطارية اذا مات او شهاده من الجمعيه الى هرب في وقت الاستعراض تاع التراث وكتعطيك سميتو شهاده لا كابتير كتعطيك رخصه لا كابتير وملي كتصيدو خصك تجيبو وتعطيك المسائل ديالك دونك في المغرب ليس بالسهل باش يكون عندك صقر كتملكو لازم لان هذا باينين واحد 30 تقريبا صقار اللي كاينه في المغرب او ما توصل 30 صقار على الصعيد الوطني اللي كاينه في المغرب وطموحنا وهو باش يكون عندنا استمراريه لا ترانسميسيون تكون وهو نزيدوا بعض الشبان اللي هما لان ماشي ايها الناس يقدر لا مكان باه ولا جده يعطيه ما عندهم اللي يتعلمها لان ما كتقراش في المدارس ما كتقراش في الانترنت وثاني كتبقى ديك الهوايه ماشي معطيه لايها الناس الا بغيتي تحافظ عليه خاصك تبقى مركز على مالي وتبقى تدعمهم معنويا ماديا حتى يبقى مستمر في المغرب.